عن بوغالي بيقول لك اليعقوبي في إشارة إلى سعد يعقوبي كاتب عام النقابة وقطيعه، وهذه الكلمة تلزم ولا تلزمنا، سبب خراب التعليم واللعب بمصالح التلاميذ. يعني هو عيب ما صدر عن سي محمد بوغالي، وأنا أقولها من هذا المصدر، عيب شديد جدا من الرجل يعني المفروض صحافي يحترم نفسه ويحترم ذاته ويحترم المدرسين. لسعد اليعقوبي هو كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، نعم، ولكن هو هناك قرارات تتخذ في هيئة إدارية قطاعية. إذا كان سي محمد بوغلاب ينظر أن أعضاء المكتب الجامعة العامة كلهم قطيع والكتاب العامين متاع الفروع الجامعية للتعليم الثانوي كلهم قطيع، وثمانين ألف أستاذ الذين استجابوا لقرار مقاطعة الدروس كلهم قطيع، يعني فهذا يعني يعتبر يعني حقيقة حيف، ويعني ما نحبش الرد عليه لأنه ما ثم حتى داعي باش نرد عليه لأنه إسفاف هذا حقيقة وسقوط قيمي وأخلاقي. ولكن الصورة مش بهذه البساطة اليوم مرشد، فما برشا معارضين ليكم وفما حتى دعوات لحل نقابة التعليم الثانوي. لا 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 لا، احنا نقابة التعليم الثانوي يقول لك فما نوع من البلطجة على الدولة، فما نوع من التطاول على الدولة، فما نوع من انتهاك هيبة وحرمة الدولة. منضوية بالاتحاد العام التونسي للشغل، جات بعد مؤتمر ديمقراطي وانتخب فيها يعني كافة أعضاء النقابات الأساسية في البلاد، هم اللي جابوا النقابة هذه، والنقابة هذه اللي مش حاسبها هم هيكن النقابية، ما هوش هالنوعية هذه من الصحفيين.